مدير الفني لفريق الاهلي مواليد 2000 الكابتن محمد يحيى عاقب المباراه اشاد باداء اللاعبين والمستوى المميز اللي ادى به الفريق، وكان كل اللعيب على قد المستوى وعلى قد المسؤوليه في هذه المباراه وحققوا فيها المطلوب من المباراه. طبعا تصريحات الكابتن محمد يحيى جايه بناء على نتيجه المباراه والمستوى الفني اللي ادى به اللاعبين هذه المباراه. دبل سكور في كره اليد تحديدا بتبقى من النتائج الصعبه جدا، لكن طبعا فرق المستوى الفني بين النادي الاهلي ونادي الفيوم في هذه المباراه، نتيجه المباراه بمدلول او اشاره الى هذه النتيجه. وقال ان الكابتن محمد يحيى في الفتره الحاليه قال ان هو بيحرص على سياسه التدوير في هذه الفتره في ظل هذه المباريات حتى يصل لمرحله جاهزيه كل اللاعبين خلال الفتره القادمه، في ظل ان خلال المرحله القادمه هتكون في منافسات اقوى والمستوى سيرتفع من مباراه لاخرى. تفاصيل اكتر عن هذه المباراه وعن هذه النتيجه نخرج لهذا التقرير، في تفاصيل شامله عن هذه النتيجه وهذه المباراه وتصريحات مهمه من الجهاز واللاعبين، ثم نعود الحديث ومجمل اخبارنا في العاب الصالات بعد هذا التقرير. وطبعا نتيجه اللقاء النهارده فرقه الفيوم، طبعا مع احترامي وتقديري لفرقه الفيوم، فرق من الفرق اللي هي في اخر الجدول، تقريبا هي اخر فرقه في الجدول، فالماتش طبعا كان مش قوي، وفي نفس الوقت احنا ما استهترش، احنا طبعا بنلعب على البطوله فلازم فرق الاهداف يفرق معانا، فده اللي انا كنت شغال عليه، الهدف اللي انا هاخده من المباراه يعني. لكن المباراه طبعا ما كانتش فيها نديه قويه زي ما حضرتك شفت يعني، كانت المباراه بنسبه كبيره سهله يعني، ولكن احنا كان لينا هدف ان احنا نطلع بفرق الاهداف عشان لو حصل تعادلات لا قدر الله في اي وقت بعد كده مع الفرق اللي بتنافس معانا يبقى احنا فارقين بفرق الاهداف يعني. هي ابرز التعليمات هي كنت متكلم على موضوع السكور ده مهم جدا جدا، لان طبعا انا لما قعدت اتابع كل الفرق لقيت ان احنا في فرق اهداف، في فرق عاليه علينا بفرق حوالي 10 اهداف او 15 هدف، فكان يهمني ان انا اعوض فرق الاهداف. انا عندي مباراه الفيوم النهارده، عندي اصحاب الجهاد يوم الجمعه، وعندي الجزيره يوم الثلاث اللي بعده، فهدفي من الثلاث مباريات دول اللي بتكلم فيهم ان انا الثلاث مباريات دول اعدي بيهم السكور يبقى فارق، عشان بحيث ان انا ابقى فارق عن الفرق لا قدر الله في حاله التعادلات في النقط يبقى انا فارق بالاهداف يعني. هو ماتش ممكن يكون مش جامد قوي في الدوري، بس احنا يعني عندنا هدف من اول الموسم ان احنا ان شاء الله السنه اللي فاتت واخدين دوري وكاس، عايزين نحافظ السنه دي على الدوري والكاس، فبناخد الماتش بماتشه يعني. الماتش مش جامد قوي، بس كابتن محمد كان قايل لنا لازم نطلع سكور عشان ما لو حصل حاجه في الدوري ايه نكون يعني كسبانين. احنا الحمد لله ماشيين اول، بس اتعثرنا ماتشين تعادل، بس يعني كسبنا منافسين، كسبنا الجيش ده تاني الدوري السنه اللي فاتت، كسبنا اليوبلس ثالث الدوري، وان شاء الله ماتش الزمالك وسبورتنج يعني نقدر نعديه. الحمد لله الفريق ماشي بخطوات كويسه يعني الفتره الاخيره، احنا ماشيين اول دوري فرق نقطه على الزمالك، اللي يمكن اللي يفرق بس فريق الاهداف، بس ممكن يكون عوضناه في الماتش ده يعني. الحمد لله الفرقه كلها مركزه وبتعمل اللي عليها والحمد لله. الكابتن كان حاطط لها تارجت ان احنا عايزين نوصل له، عايزين نوسع فريق الاهداف شويه عشان حتى لو في قدر الله حصل حاجه في الماتشات الجايه فريق الاهداف في صالحنا احنا برده، والحمد لله التارجت اتحقق يعني، وان شاء الله نكمل ناخد الدوري.